السؤال يعني في المستوى، لان انا مدرب نحب الاستقرار، يعني نحب نخدم اكبر عدد ممكن من اللاعبين تاع الموسم الماضي، لان نظن باللي عندما تجيب لاعبين جدد لازم تعاود العمل من الصفر. لما دابيا اليوم نبدا العمل من 50% و60% انتدابات مدروسه، انتدابات اللي تجيب يعني الفائده للفريق ومرحبا بها، ولكن نجيبوا انتدابات لا. وعلى الاحسن الفرق اللي تشوف يعني في العالم ما ينتدبوا اكثر من 4 أو 5 لاعبين، الا اذا كان الجمعيه في راح تجدد وتبني نفسها، هذه معليش تقدر تنتدب على عدد كبير من اللاعبين وتخدم يعني موسمين وثلاث مواسم باش تجيب الثمار تاع الانتداب. انا نظن الموسم الماضي شفت فريق اللي عنده لاعبين فرديا ما شاء الله، عندهم امكانيات فنيه بدنيه حتى تكتيكيه من جانب يعني كل الامور موجوده. ممكن الهدف الكبير والصعوبه اللي لازم نعمل من اجلها ان كيفاش نرجع هاد اللاعبين يلعبوا جماعيين مع بعضهم البعض، وهذا العمل تاعي كمدرب وواجب علي ان اليوم نبني يعني هذا المشروع اللي جاي من اجله، خاصه من جانب نعطي هويه للنادي، نعطي شخصيه للنادي، وحتى يعني طريقه اللعب تكون طريقه مفهومه وواضحه. ما فيش مشكل، نظن الانتدابات دائما يكونوا، ولكن عدد كبير لا.